السلام عليكم. سألوني ناس شو الفرق بين الكلية والجامعة في كندا. الآن إحنا كلنا بنعرف إنه الجامعات فيها كليات، يعني بنحكي كلية الهندسة، كلية الطب، كلية العلوم وهكذا. هذه الكلية اللي تابعة للجامعة تسمى بالإنجليزي فاكولتي، ولكن إحنا لما نحكي هون إنه بدك تسجل بكلية أو جامعة، فالجامعة معروف اسمها يونيفرسيتي، الكلية كوليدج. بالإنجليزي كلمة كوليدج تختلف تماماً عن فاكولتي. الكلمتين بالعربي لهم نفس الترجمة وهي كلية، ولكن الكوليدج هي مش تابعة لجامعة، هي كيان تعليمي مستقل منفصل قائم بذاته، فيها مجموعة من الأقسام والتخصصات. ولذلك بنحكي كلية أو جامعة. الجامعة لدراسة البكالوريوس الماجستير والدكتوراه، والجامعات في كندا كلها حكومية، ما في جامعات خاصة. الكلية لدراسة الدبلوم، سنة سنتين أو ثلاث سنوات. بعض وقليل جدا من الكليات فيها بكالوريوس 4 سنين، لكن معظم الكليات هي دبلوم لدراسة الدبلومات. الكليات نوعين، يوجد ما يسمى Community College أو Public College وهي الكلية الحكومية. النوع الثاني تسمى Private Career College وهي الكلية الخاصة. الكلية الخاصة بتكون مملوكة لأشخاص، طبعاً Public College بتكون مملوكة للدولة. بالنسبة للأسعار عشان نعرف الفروقات، بس الأسعار في الكليات الحكومية للطلبة الدوليين أغلى من الكليات الخاصة. ممكن واحد يستغرب انه كيف الحكومية اغلى، مفروض انه الحكومية مش هدفها الربح. في الحقيقة الكليات الحكومية في كندا اسعارها رخيصة جدا للكنديين والمقيمين داخل كندا. يعني مثلا ممكن الدبلوم رسومه بالسنة 2000-2500 دولار للطالب الداخلي المحلي، بينما رسومه بالسنة 16-17 ألف دولار للطالب الدولي. الكليات الخاصة رسومها موحدة، طالب دولي طالب محلي نفس الرسوم، فلذلك بتكون أقل شوي من رسوم الكليات الحكومية. هذا أولا. ثانيا القبول، لما أنت بدك قبول، إذا كلية خاصة القبول ممكن يجي لك خلال أيام، يومين ثلاثة يجي لك القبول. الكلية الحكومية ممكن العملية توصل شهر شهر ونص وانت لسه ما إجي لك القبول. ليش؟ الكليات الحكومية عليها ضغط كبير جدا، وخصوصا من طلبة الداخل. يعني منطقيا واحد داخل كندا ليش يدرس بكلية خاصة؟ المنطق انه يدرس بكلية حكومية لانها ارخص. الان انت كشخص جاي من برا، هل ممكن يأثر عليك انك دارس في كلية خاصة، انك متخرج من كلية خاصة؟ هذا سؤال مهم جدا. في عنا شيء اسمه postgraduate work permit. شو يعني postgraduate work permit؟ يعني تصريح العمل اللي تحصل عليه postgraduate، يعني ما بعد التخرج. فهل كل الكليات تمنح خريجها ان يحصل على الwork permit؟ هذا هو السؤال الاهم. الكليات الحكومية نعم، الكليات الخاصة مش كلها. فلذلك في كليات خاصة ما فيها work permit، ما عندهم، وبالتالي مسموح لك تدرس فيها، ولكن لما تتخرج ما بتحصل على work permit. ولكن هذه الكليات للعلم فقط رسومها أرخص، وطبيعي جدا تكون رسومها أرخص. في ناس شو بيسووا؟ بيجي على كلية ما عندها work permit، يحصل القبول بسرعة، رسومها قليلة، لو طلبوا منه يدفع الرسوم لمدة فصل حتكون قليلة، بياخذ القبول، بياخذ الفيزا، بس يوصل ممكن يدرس عندهم سنة وبعدين يحول على كلية فيها work permit. أو ممكن يدرس الإنجليزي مثلا عندهم، ياخذ قبول مشروط، يدرس الإنجليزي عندهم، بعدين يحول على كلية أخرى. هل التحويل سهل؟ سهل جدا. حسب قوانين كندا سهل جدا انك انت اذا اخذت قبول على كلية ما انك تحول منها الى كلية اخرى، سواء درست او ما درست. يعني ممكن توصل لهون وفورا تحول، ممكن توصل تدرس
فصل بعدين تحول، تدرس سنة بعدين تحول، يعني كل هذه الأشياء متاحة. طب إحنا ليش نسوي هيك؟ يعني ليش أنا أجي على كلية خاصة وبعدين أحول على كلية حكومية؟ أنت مش مضطر، أنت ممكن من البداية تقدم على كلية حكومية، بس أنا بحكي لك الأوبشنز، إنه الكلية الخاصة غالباً أرخص، قبولها سريع، رسومها ممكن ما يطلبوا منك إنك تدفع مثلاً سنة كاملة أو فصل كامل حسب، يعني غالباً الكليات الخاصة أسهل بالتعامل من الكليات الحكومية. آخر سؤال، كيف أنت كشخص من برا كندا كيف تعرف هذه الكلية خاصة أو حكومية؟ الكليات الحكومية بتكون دائماً مسجلة ضمن المنطقة، يعني مثلاً إحنا الآن في تورنتو. تورنتو هي مدينة موجودة في مقاطعة اسمها أونتاريو. لو رحت كتبت أونتاريو كوليجز حتجد فقط الكليات الحكومية، ما راح تجد الكليات الخاصة لأنه مش تابعة للحكومة. راح أتكلم بالفيديو اللاحق إن شاء الله عن مناطق كندا ومدنها وجغرافيتها وإيش المناطق الأفضل والأحسن للناس اللي جايين من برا. وأي سؤال بإمكانكم ترسلوا لي، والسلام عليكم.